السلام عليكم، أنا محمد غنايم. لو افترضنا أنك فتحت اليوتيوب وشاهدت عنوان لمقطع للعبة أنت تحبها، أكشن لنفترض الببجي، أعتقد أن أغلبكم يعرفها، وأحببت أن أجلب لكم مثال من الواقع الحالي. عنوان المقطع كان: فزت في اللعبة برقم خرافي ووحدي دون فريق. فبدأت بالمشاهدة. الآن خلال مشاهدتك لمجريات اللعبة والأكشن الذي يحدث، مهما تعرض اللاعب في اللعبة للإصابات وأوشك على الخسارة حتى آخر لحظة، أنت هناك تشاهد وكلك اطمئنان وثقة أنه لن يخسر، لأنك تعلم مسبقا من العنوان أنه فاز. صحيح، ستكون مطمئن وواثق وستستمر في المشاهدة وستشعر بنوع ما من معرفة المستقبل، وهذه متعة يشاهد البعض لأجلها. الأمر الذي أريد أن أصل له وإياكم من خلال هذا المثال السطحي أن الإنسان بطبيعته يحب النجاح ويحب القصة التي تدل عليه، لذلك كلما استمعت لها كلما تخيلت نفسك مكان الشخص الناجح فاستمتعت. ففي أغلب قصص التنمية البشرية والتحفيز تجدهم يأتون لك بشخص معدوم الحال وفاشل، ثم يخبرونك أنه الآن أصبح غني وناجح ورفيع المستوى، ثم يخبرونك أيضا أنه كما استطاع الوصول يمكنك أنت كذلك، فتقتنع وتتحمس وتبدأ بالبحث عن الأمور التي أنجح ذلك الشخص حتى تقلده. ولكن الحياة لا تسير بهذا الشكل البسيط أحبتي في الله، فتصطدم بالواقع المرير وتحبط وتكره النجاح والناجحين. فأحببت من خلال هذا المقطع أن أتكلم وإياكم عن النجاح الحقيقي، وليس الاكتفاء بالاستماع لقصص نجاح الآخرين التي صراحة لا تغني ولا تسمن من فكر، هي فقط تمتعك وتعطيك طاقة لحظية سرعان ما تزول، فلا تستمع لها. فلو سألتك الآن سؤال، وسؤال منطقي، أنت الآن عندما ترتدي معطفك في الشتاء هل تعتقد أنه هو من يقوم بتدفئتك؟ لا، بل أنت من تقوم بذلك، هو فقط يقوم بمنع تسرب حرارة جسدك للخارج، وكذلك الحال بالنسبة للأمور الأخرى. فذلك الناجح ليست أحلام اليقظة أو الصدفة أو الحظ من أوصلته لما هو عليه، بل جهده وحرارته الداخلية. فالتركيز الآن يجب أن يكون عليك أنت بحرارتك الداخلية وليس على معطفك، أقصد الظروف المحيطة بك، فأنت معجزة أعطاك الله ما لم يعطيه لغيرك من المخلوقات. أنت كيان، نعم أنت مختلف عن الآخرين، فلماذا تقلل من نفسك؟ فإذا كان للنجاح متطلبات أنت تملكها كلها، أن تمتلك عقل للآن لم يستطع العلماء الإحاطة به من معجزات. جمع العلماء أفضل حاسوب توصل إليه العلم، أخذ هذا الحاسوب 40 دقيقة ليحاكي ثانية واحدة من نشاط الدماغ. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذلك برأي الشخص ذلك الناجح الذي ربما يعجبك علمه أو ماله أو جسده إلى آخره، لم يقم بشيء إضافي عنك سوى أنه أحسن استغلال عقله. نعم، أحسن استغلال عقله، ركز على هذه الجملة. فالنجاح في معناه هو القدرة على الوصول إلى الأهداف، والوصول يكون بإحسان استغلال العقل، من استغلال جيد للوقت والجهد والمال إلى آخره، كله عن طريق العقل. لذلك لما لا نستغل عقولنا بشكل أفضل ابتداء من اليوم؟ الأمر ليس صعب، من المؤكد أن لديك أهداف، أريد درجات دراسية عالية، أريد عمل جيد، أريد وأريد وأريد. كل هدف من هؤلاء لديه طريقة معينة للوصول إليه. مثلا الدراسة تحتاج استيقاظ باكرا، ساعات أطول في المذاكرة، عدم مماطلة إلى آخره. لذلك لن أتكلم معكم عن طرق استغلال العقل لأنك بالفعل تعرفها، ولكن فقط أريد منك أن تقرر أنني سأحسن استغلال عقلي من اليوم إن شاء الله، وهذا بحد ذاته بداية جيدة. ولنكمل ما بدأنا به، نريد أيضا إلصاق ورقة استغلال العقل بجانب ورقة الإتقان التي ألصقناها من الحلقة السابقة. الكثير من المتابعين الأفاضل منكم أرسل لي صور لتلك الورقة بعد إلصاقها على الجدار، الأمر كان صراحة جميل، باستثناء ذلك الشخص الذي ألصقها بغراء، يعني قلت له إدهن إدهن الجدار قبل أن يرى والدك. وبالعودة لمثال الببجي، أرى أن بعض الشباب يمضي أكثر من نصف يومه يلعبها باحثا عن متعة الفوز. صراحة هذه المتعة تستحق، يعني فمتعة النصر لها لذة مختلفة عن باقي العواطف حتى أنها تشعرك بالإدمان، لذلك تجد هؤلاء الشباب يدمنون هذه اللعبة. ولكن لا مشكلة في ذلك إلى الآن، ما دام ذلك الشخص يدرك أن ذلك النصر هو في واقع افتراضي وليس في واقعه الحقيقي، فيكون ذلك في مجال الترفيه والترويع عن النفس وليس في مجال الإدمان الغير مبرر. أنا هنا لا أقول العبها أو لا تلعبها، فهذا أمر شخصي يعود لك، ولكن الفكرة هي أن نحسن استغلال عقولنا، أن نحسن استغلال الذات، وأن نحسن استغلال الوقت والجهد والمال الذي أنعم الله به علينا بشيء ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم النجاح لأن ذلك هو الطريق إليه. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله.